يتجه العالم نحو حرب عالمية جديدة أو نووية، هذا ما حذر منه مؤشر السلام العالمي والذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام في تقريره الجديد لعام 2024. التقرير قال إن مستوى السلام حول العالم قد أصبح في خطر كبير، وذلك بسبب نشوب 56 صراعا، وهو ما اعتبره أكبر عدد للصراعات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كما حدد أيضا منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا بأنها من تشهد تزايدا في وتيرة الصراعات، ولا سيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة، وسط مخاوف من تصعيد الصراع إلى دول أخرى في المنطقة، وأيضا تدهور الأوضاع في السودان واليمن وغيرها من النقاط المشتعلة. للمزيد من التحليل ينضم إلي الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور طارق. إذن كيف ترى تحذيرات التقرير الجديد هذا لمؤشر السلام العالمي على مستقبل استقرار العالم ومنطقة الشرق الأوسط أيضا؟ هو بالتأكيد طبعا تحليل مضمون التقرير، وطبعا حضرتك تعلمي معهد الاقتصاد والسلام ده معهد له مكانته الاستراتيجية، ودائما ما نعود في المقاييس والمؤشرات والاتجاهات الخاصة بالسلام والاستقرار في أقاليم متعددة. المفاجأة هو حظه ب 56 طبعا صراع في جميع أنحاء العالم، هو في صراعات مكبوتة أو كامنة أو ساكنة، وفي صراعات كما تعلمي مندلعة بصورة أو بأخرى، والتركيز على الشرق الأوسط بأنه هو بطبيعة الحال نتيجة لوضع مؤشر السلام بأنه مرتبط بالتوترات بالنزاعات في المنطقة، وأنه الصراعات أصبحت الأكثر تدويلا في الشرق الأوسط. دي نقطة مهمة جدا، لأن في مشاركة حوالي 92 دولة في صراع خارج حدودها، وده طبعا في دول عديدة بتشير طبعا إلى حالة التأزم في السلام العالمي. النقطة الرئيسية في هذا التقرير هو إقراره بأن هناك إشكالية متعلقة بإدارة الصراعات في العالم حضرتك، يعني الدول المعنية بإدارة الصراعات في العالم منخرطة أو لديها ضغوطات شديدة، لكن التقرير لم يشر بقريب أو من بعيد إلى طبيعة ما يمكن أن يرتبط بهذه الضغوطات، لأنها هذه الضغوطات قللت حضرتك من فرصتها في إدارة النزاعات الدولية، بمعنى أنها الآن إحنا بنتعايش مع الأزمات ولا نحلها أو نفككها، وبالتالي في خطورة على السلام في العالم مرتبط حضرتك بالتعايش مع النزاعات والصراعات وليس حلها أو تفككها أو إيجاد حلول أو سيناريوهات في التعامل معها. الجزء الجديد في هذا التقرير هو الإشارة إلى الأوضاع الاقتصادية، يعني هو ربط الانخفاضات الهائلة في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للصراعات الكبيرة خلال العام الماضي في وضع الاقتصاد العالمي، يعني هو برضو فسر حضرتك الصراعات الإقليمية والدولية ومرجعياتها الرئيسية. التقرير متوازن، يعني في إشارات مهمة قوي إلى طبيعة وحدة الصراعات خصوصا في ارتداداتها على أمن الأقاليم المختلفة بما فيها طبعا الشرق الأوسط، وبالتالي أنا أعتقد أنه التقرير مضى في اتجاهين، اتجاه التأكيد على أنه هذه النزاعات والصراعات أصبحت قمة من سمات النظام الدولي، وأن النظام الدولي كما تعلم يتحرك الآن من أحادي القطبية إلى نظام متعدد الأطراف، يعني هو في إشارة إلى دور الصين، دور الولايات المتحدة، والتقارب الروسي الكوري أيضا دكتور. طيب هل التقرير يتجه في تحليله لهذه الحالة العالمية والحالة الاقتصادية التي تحدث عنها وأشرت حضرتك إليها الآن في حديثك، هل يتجه إلى ترجيح قيام حرب عالمية ثالثة ولو بشكل مختلف عن الحروب السابقة العالمية الأولى والثانية، وخاصة أيضا نحن معنيون بمنطقة الشرق الأوسط وهي المنطقة الأكثر اشتعالا في العالم؟ كيف ترى هذا الأمر وما هو التأثير المباشر لهذه النتائج التي أوردها التقرير؟ يعني التقرير حضرتك أشار إلى يعني معطيات رئيسة حاكمة لبنية. ألو؟ تؤثر بطبيعة الحال على الصراعات زي صراع غزة اللي هو أصبح صراع دولي الآن نتيجة لتدخل أطراف دولية وطرح مبادرات ورؤى، ومن قبل طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية،
وتفاعلاتها، وايضا في الاقليم القضايا الافريقيه والنزاعات الافريقيه. لكن هو ما فيش خريطه بالتوترات المحتمله. يعني من احد اهم العيوب التي يمكن ان نقف امامها لتقرير معهد الاقتصاد والسلام لم يقدم امرين. الامر الاول هي الخريطه التفاعليه المستقبليه للتوترات المحتمله، يعني احتمال تطور الصراع الاوكراني الروسي الى صراعات اقليميه في نطاق اوروبا او الصراعات المرتبطه في بعض الدول الافريقيه. لم يخص في هذه الامور، وده نعتقد احد السلبيات اللي احنا ممكن نتوقف امامها في تقييمنا للتقرير. الامر الاخر هو عدم وجود منهجيه في التحليل، بمعنى هو اشار الى حاله التدهور في بعض الدول، انه بيتكلم على الاصدار الجديد اللي هو في هذا التقرير العام تحسن 65 دوله وتدهور 97 دوله اخرى في المستويات السلميه. ما فيش تعريف للمفاهيم، يعني لا نفهم المعنى في مستويات السلميه. مفهوم المستويات الخاصه بالسلام هي بترتبط بمؤشرات متعددة، هي مرتبطة بالمؤشرات الكمية وليست الكيفية. ففي تفاصيل يستطيع أن نحددها في هذا الإطار، لكن التقرير مهم من معهد الاقتصاد والسلام، لكن لم يجب على تساؤلات كثيرة مرتبطة بمآلات النظام الدولي الآن، وهل هذه الأزمات والتوترات ستؤدي إلى صراع دولي عالمي أو حرب عالمية؟ لم يجب على هذا السؤال المهم أو المحوري في الدراسة. وحتى دكتور طارق لو كان أجاب وأشار إلى احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة، يعني على ما يبدو بأن النظام العالمي الجديد أو الدول التي تقود العالم ليست على استعداد للتهدئة وليست على استعداد لإيقاف نزيف الدم في غزة وأيضا في أوكرانيا، أيضا الحرب في أوكرانيا وما إلى ذلك. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في برنامج الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.